الفاينل بكره يا جماعه، وانا بجد بجد المره دي ما ذاكرتش اي حاجه، الحمد لله ما ذاكرتش اي حاجه، وانا فتحت المنهج وهترن على ابوك. طبعا واحنا عارفين اللعبه المفضله بتاعتنا في كل فاينل طبعا الدولفين الغشاش. يلا بينا نلعب اللعبه بتاعتنا النهارده ونشوفوا ايه اللي هيحصل. معلش يا جماعه معلش، استحملوني الاسبوعين الثلاثه دول، انا دلوقتي في امتحانات فما اعرفش اصور الالعاب اللي انت عايزينها. يعني تريريا مش عارف اصورها، وجي تي اي برضه مش عارف اصورها لانها عايزه بتاخد وقت. يعني جي تي اي دي ما كنت بصورها كنت باخد 3 ساعات اطلع منها 15 دقيقه، يعني الايديت كان بياخد وقت والتصوير كان بياخد وقت. وبعد يوم 16 اللي هو الشهر الجاي هفرجكم بالشغل اللي بجد ان شاء الله. بصوا والله انا بذاكر ثاني اوريكم، بصوا ادي الملزمه بذاكر فيها وبصور. يعني قلت اصور دلوقتي اصور كذا فيديو في الامتحانات، لو اتزنقت وما عرفتش اصور حاجه ابقى انا اديت وانزل على طول. اوكي، اول امتحان يا جماعه معانا مع الدكتور الدولفين، بيكتب عملت 3 خانات ودلوقتي الدولفين كلها بتصور. ماشي ماشي ماشي، سكتنا سكتنا خلاص، ربنا يسامحك ربنا يسامحك. ولو تتمطعش على اذا كنت ببدل. اوكي كيو اي رد هنلاقي ايه، استنى يا فين السؤال ده يا جدعان اهو. اوكي روح هنا. اوكي شن انت حليت ايه؟ ماشي كلها حلينا، كلهم حلينا كده، ده حللها. اوكي ارجع ورا، انا شفت السؤال ده شفت السؤال ده. ايوه ايوه ارجع ورا، حللها دي برضه. طب تمام، مين تاني مين تاني جنب مين تاني؟ اوكي الرسومات دي الرسومات الرسومات بتاعت الغريق ولا مش عارف ايه دي. ايه ده كام؟ ماشي خلينا تلفظ. ايه ده كلا؟ بص يا دكتور مش عايز اشيل ايده. شفتها عامة شفتها شفتها شفتها. ده سؤال ايه ده سؤال ايه ده؟ سومس 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 فين سومس؟ سومس اول واحدة اول واحدة فوق اهي. اوكي اوكي انت بقى حلل ايه دي؟ ازاي مش عارف ايه؟ يبقى نرجع ورا شفتها ورا على طول. ده حلل ايه؟ اونلي هتبقى اول واحدة اونلي اول اختيار. انا بقيت محترف في اللعبة دي. اول واحدة قد ايه؟ مش عارف. ماشي دي حلها دي حلها دي. اوكي كنت ماشي يا عم عديها لك يا دكتور. ما خلاص يا دكتور ما انا مش فاهم حاجه يا جدعان، حد يجيب اسئله تعال الحاجه. هو فين الدكتور؟ هو اختفى راح فين؟ الو ده ماشي. ده حلها ايه؟ دي حلها دي. تعال نشوفها بقى فين؟ ما انا حللها دي يا عم. الضفدع حللها بي ايه. اوكي حللها ايه. فاضل لنا كام سؤال؟ ده حليناه وده حليناه وده حليناه ما حللناهوش. اوكي فضلنا السؤال ده، الواد ده حللها اعتقد. بقول لك يا ربي شفتها حبيبي شفتها شفتها بابا، لما انا حللها كده اصلا. يلا غرفه ده يا بقى انت عيل بارد. مين تاني؟ الوقت يا شباب والله ما ينفع كده. يا دكتور سيب الواد ده انا عايز اشوف حاجه. يا جدعان ما تجيبوا اسئله جديده. ايه في ايه في ايه يا حبيبي؟ بس كنت بعد الرجل. يا ربنا ربنا يهب يا عم، انا غشيت منك انت كداب انت. هو ما غشيتش. طب يا جدعان انا عندي تكتيك دلوقتي اخليهم شايفين هو كتب لي غلط واحده. اوكي نجيب الجوه دي ونروح حدفنها. اي والله ما قصدي عليك والله ما قصدي عليك، بس ماشي يلا. السما بتحدف جومات جوام استيكات اي حاجه. فاضل لي سؤال يا جدعان، حد يغششوني يا عيال بارده. انت اللي حللها؟ لا ايه ده كلا ايدك احسن توحشك. ايوه حللها انت بارد بصحيح. بس كده انا قفلت. لا فاضل لي سؤال. با طب نحلهم مجهودنا ده ولا ايه؟ رب 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 اي هبت اي اذا سيفن ريبس ايوما. والله ما اعرف حاجه والله ما اعرف حاجه، انا اختار دي وخلاص بقى. يلا انا حدفت على الكره الارضيه دي. بص ايه ده ايه ده، يلا الكره الارضيه بتلف. ايوه بتجري وريني كده يا ابني وريني. الواد حللها صح؟ لا مش هي دي هي دي هي دي. لا يا جدعان طب انا شفت التانية يبقى هي دي. هتبقى ايه عامة بقى؟ كده انا غشيت صح. يلا يا دكتور انا خلصت، ازاي انهي الامتحان ده؟ يا دكتور استنى بس نطشر. ايه ده الجمل خلص؟ ايه ده الجمل خلصت يا دكتور؟ انا خلصت ايزي. نشكر فضله 10 من 10. يلا امتحان كمان نجرب بقى بقية الحاجات. اعتقد في حاجات هنا. يلا بينا. عاو 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 عاو. النوتات الموسيقية هنا انت في الضفدع. الضفدع تبقى ايه؟ الضفدع تبقى ايه؟ بسرعة 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 بسرعة. ان الضفدع ايه؟ اوكي اوكي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الراجل ده تبقى دي 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 دي. اوكي اللي بعده اللي بعده اللي بعده. انت اللي حلل. ايه يا دوك؟ ايه يا دوك؟ ايه يا دوك؟ ايه ده انت ورايا؟ ده انا بجح بجح. انا كده بجح بجح. طيب ماشي يا دوك يا عم ماشي يا عم خلاص. شوف انت هتعمل ايه؟ اللي تشوفه صح اعمله، اللي تشوفه غلط اعمله، اوعى كده. طب حركني المكان عايز اشوف عقبال ما هو ايه؟ عايز اغش ولا انت كتفتني ولا عملت ايه؟ بص ممكن اجيب جمله كده واروح ادفع على البتاعه دي وكده مسحت الغلطه. شافني. اوعى ايدك. اوكي بس ايوه اللي هتبقى ايه؟ اللي بعده ايه اللي بعده؟ حلل على
ذا توب ذا توب فين ذا توب كيبورد هيبوظ ذا توب صح انت اللي توب والله ما تقلبش حبيبي حمو امسك اللي بعده انت راح لي ليه على اوعى ايدك 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 يا حيوان تبقى دي ورف داهيه تبقى سي عز بس على تندك في وشك ايه يا عم شفتني ولا ايه انا اسف يا عم ماشي خلاص خلاص انت هتشتم لا يا دكتور بس عشان كده ربنا يشفيك اوكي انا لو صعدت في الامتحان ده انا هقفل اللعبه دي وبعدين اطلع لسه سجل معانا في اللاج اقول لك استاذ اوكي حللها بيه حللها ايه انا اعتقد شفتها ايه صح اه حللها ايه جامد انت كده فكرني بصح بس خلاص يا عم شفتها يا عم في ايه الله اللي بعده اه ماشي مقبوله منك يا بيبي اللي بعده اوبا مسكني مسكني الدكتور يا عم ما تشتمش والنبي من غير ما تطلع لسانك لسانك ده ما يتقلش عليا الواد ده عنده اسئله غير اللي احنا حلينا ولا يا معلمين الواد حللها بيه انت حلل ايه ممكن اتحرك تحلل دي يلا وعي عام ويتش شويتش ويتش هتبقى سي ويتش سي اللي بعده عندنا فاضل كام سؤال فاضل ده وبس كده لسه فاضل سؤالين اوكي نرجع لده كده نشوفه اتوقع السؤال ده شوف ناس المره اللي فاتت وكان ايه كان كان ايه يا جدعان حد حل السؤال ده يا دكتور انت لازين هنا مش عارف اعمل حاجه انا بتوتر اما حد يقف جنبي فاضل روح شوف شغلك شوف شغلك يا دكتور دكتور يا جدعان حد يجيب ام السؤال انت لا حل ولا راحوا يا جدعان شلنا المادة ولا ايه بس انا وشلناهاش شلناهاش الحمد لله حلين سؤالين حلين سؤالين بمجهودنا يوضح حللها عشان حاسس كده حللها الدكتور بيشخر ايه بقى دكتور الكلام ده ايوه ماشي اهبدها اهبدها ارجع بقى كده شوف دي ايه يا عم اهبدها يا عم احنا ما يلا ورا الواد ده حللها جوع دكتور دكتور اوعى والنبي 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 عايز اشوفك يا عم اوعى يا عم يا عم اوعى ايوه لا قلب الصفحه خلاص يا عم انت قلبت الصفحه انا كنت عايز اغش السؤال في دي اهو خلاص انا خلصت الامتحان يا دكتور هو يا عم نسلم الورقه انا خلصت جبت 9 ايه ليه سقطت بقى دي درجه تعالى كده بقولك بقى انت ممكن تهدف على الحاجات اللي هنا دي اهو دي حاجه بتضحك جدا ممكن نهدف على الدكتور نفسه طب عدي عشان انا عايز ازاولك مش انا مش انا اذا انت شفتني طلع انا بجد اوكي بس كده دي حاجات ممكن نعملها وممكن نشوفوا الطابوت اللي فوق ده ولا مش عارف اسمه ايه بتاع سبونج بوب ايوه ده حاجه جدا ايه يا دوك ايه يا دوك انا طالع بهزر معاك خلاص يا دوك يا عم اللي تشوف بقى بدا يلا يا عم بص احنا نعمله حركه السلم يعني A B C تمام ماشي دي اول واحده A بعد كده B بعد كده C ادي السلم دي استراتيجيه وانت هتقفل صدقني هتقفل الامتحان بعد كده نعملوها ايه بقى حركة السلم اللي من تحت يعني السلم رايح والسلم جاي اللي هي بتبقى ايه بقى تفهم سي بي اي اي تمام بعد كده نرجع السلم تاني وصدقنا تنجح يعني تنجح بجد بس انتر يس بس ما حدش يسمع كلامك ده انا عشان تجيب 3/10 كده خلصنا لعبة الدولفين فكرين خلصنا لا لسه ده انا جاي النهارده المره اللي فاتت جبت لكم فيديو 6 دقايق ما جابش فلوس انا عايز فلوس المره دي اعملوا فيديو 20 دقيقة ولا حاجة عندنا هنا البت دي لازم نغشوها دي المزة بتاعتنا ستارت اكزام ويك امتحانات الشهر ميديم ولا ايزي ولا هارد طبعا هارد كمل فيه بس ستارت اكزام اوكي دي البت بتاعتنا صاحبتنا ولا ماشي بيحصل في كده سيت داون خلاص اسف يا دكتور اوكي برا 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 ابوك هيموتك اهو صاحبها دونت وري يو ونت تو وي جاست هاف تو ميك شور ذات اوكي برا برا بري برو 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 بري برا برو برا برو برا بري برا برو برا برو برا 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 اهو يعني انت المفروض من دكتور ما يشوفكش يمشي بعيد عنك ولا معضل كده روح مسلم من ورا للبيت عشان كلنا عايزين نغششوا البيت ايه ايه انت قفشتني ازاي يلا ده هتموت برا برو برا برو برا برو صفر سقط ممكن نعيد بتو 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 معاك ايه يا وليد اوكي معايا الحاجات دي هتساعدنا في الغش بس الحاجات دي بفلوس يا ماما ما معيش فلوس باي باي برا برا بو خلاص اوكي عايزين نخش الامتحان نخش في الامتحان التاني ده ان شاء الله نعرف نخش منه ادخل يلا سلم بسرعه سلم بسرعه اديها كده غششنا البيت اول سؤال اديها بس اديله اديله يلا بسرعه اديها اديها ايزي ادي تاني سؤال اديله هو بعيد هو بعيد بس بس بسرعه بسرعه
بس ايه اوكي اوكي انا هشاشك عم وزع بك حفيش المراقب شادد المراقب شادد ده الجغرافيا اللي هيتمسك هو بيغش هيتعلق في العمود ده وينزلوا في ده خلاص يا دوك عايزين نغش يا عم تشوف لك شغلانه بعيده عني يعني فاضل لنا 8 اسئله بس طبعا ما تغشوش يا جدعان طبعا هو لازق هنا طيب مش هم نمشي بقى يقول لنا ايوه 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 قالك قالك رجع تاني انا معايا الاجابه من الصبح انت لو قلت لها بري بري بو بري بري خلاص خلصت كده لازم تبري بري بري ماشي ماشي هيحاول يديها له الاجابه دلوقتي ان هو هيحاول يدي البيت اجابه بس يلا بس اوكي الاجابه الثانيه مع مين انت منبع الغش كله تحيح اللجنه انت ولا ايه هو شعره كده هلا خد استنى بقى مش هيعرف فين هرجع تاني هو مش مدرس يا عند واحد في الجيش حرفيا خفت الف يروح على قفش امسك اوكي بري بري احكي لي فضل كام 7 اسئله اوكي يلا دوك بارد رخم بطة تسعة خذي اوكي اوكي يلا الباقي ماشي ده المرة دي ده اللي غششنا المرة دي يلا قفشني قفشني هتعمل في ايه؟ بليز دونت يا دوك ادوك يلا بينا شايفين ان غش اللي حصل؟ اوه هو وانا عارف بقى اللفة دي كلها الله يلا وانت اشمعنى انت بص الواد بيعيط ازاي اوكي اوكي هنحاول نغششه هنحاول نغش اللي قدامنا ويغش اللي قدامنا يغش اللي جنبه يغش اللي جنبه بعد كده يغش اللي جنبه كده يغش اللي ورا بعد كده يغش اللي جنبه هنعمل ده كله ازاي والجحش ده واقف ما اعرف خد خد بسرعه خد يلا قفش التاني وبس كده يا جماعه خلاص الفيديو النهارده لو عجبك الفيديو سيشن لايك وشير وسبسكرايب اشوفك الفيديو الجاي يلا سلام